هز زلزال قوته 6.1 درجة هز العاصمة الأفغانية كابول دون أي تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار أو خسائر. وأقل مركز رصد الزلازل الأورو متوسطي إن الزلزال الذي شعر به أيضا سكان باكستان وقع على بعد 270 كيلومترا شمال شرق كابول في منطقة جبال هندوكوش وعلى عمق 180 كيلومتر. كما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هذا الزلزال كان على بعد 66 كيلومترا جنوب شرق مدينة فيضاباد.